بكل عندهم أهداف في المنطقة، والأهداف هذه لا تحقق إلا بسقوط الجيش الجزائري. وكتاش يسقط الجيش الجزائري؟ يسقط لما الوضعية السياسية في البلاد تكون ساقطة، اللي هو الوضع تاعها برسك حاليا، راهي في السقوط، ماشي راهي أنشيت ليبر. لأنه لا رئيس كما هذا، لا حكومة كما هذه، لا قيادات كما هذه تقدر تدافع على الجزائر ولا شعب الجزائر. إيبا العدو إلى بريسا. وما تنساوش حاجة، لازم تفهموا حاجة، الانمي تاعنا ما يخدمش سمانة شهر، يخدم سير 30 10 سنين 40 50 100 150 يسو بروجيت. عندهم سكون ابل لو موديليزم، الموديليزم بالعربية يدخلوا دي دوني، يدخلوا معلومات حسب ان شمينمون محدد، ويشوفوا كيغيروا كل معلومة محتملة وين يروح الاتجاه، او موديليز دي سيتواسيون. دونك هاد الناس سمعوا لهم ما تسمعوا لهمش، الله يسهل. انا بور موا هادو هما الناس. بيان سور ما حكيتكمش على شاف عماد، هادو كل سي دي ساتيليت، شي انتهازي، شي تابع الرشاد، شي ريكروتي بار المخزن بار لي ماروكان، بصح يتلصقوا في رشاد ورا فوار لي تيكات رشاد، مي ديفوند لي زانتيري تاع لي ماروكان. نطق تاع كندا هذا قال لهم المخابرات المغربيه دارت فيكم، الله يبارك، روح ناسبهم. بون ماتنون في السوق هذا كامل كاينه نيكيليبريست، يعني قوة هي اللي جاية بين الجزائر المستعمرة من طرف الكولون وبين هاد التحالفات، هي فرنسا لا ميتروبول، هذه فرنسا الكبيرة ماشي فرنسا الصغيرة اللي في الجزائر. هذيك سي سي لي زيريتي دي جينيرو بوتشيست، سي لي جون كي اون ديسيدي يحطوا الجزائريين تحت صباطهم ويعفسوا عليهم ويقتلوهم ويرمدوهم ويصلوا الجزائر كاملة. دونك le faisceau d'indices et un faisceau d'indices assez conséquent indique que tout ce beau monde-là travaille pour les services d'intelligence turcs, marocains, émiratis, saoudiens. Toutes les activités, les gars de Nisrao, au nord du Niger, au nord du Mali, le Maroc, la Turquie et bien sûr Israël, qui a des antennes à Burkina Faso, sont impliquées. Bien sûr, dans le cadre du renseignement, de la logistique, du soutien, de l'organisation des groupes, du suivi des groupes, etc. Donc, Erhab à outrance. Bon. Là, il s'agit. Donc, pour moi, ça a pris 10 minutes 35. Je suis allé avec ces gens. Et les gens qui disent, Allah, il y a des gens qui disent. Donc, l'autre sujet que je voulais... Donc l'équilibriste, il y a la France métropole, elle a toutes les cartes en main pour activer ses relais, relier à Ntaha, Fedzaïr ou Kharj. Voilà. Maintenant, nous lions chouïa l'amr d'akhili tel blad, le d'akhil chouïa, chouïa le d'akhil. Et c'est dit, Inch'Allah, il t'alqu'au l'mhabis, les dar ou des petits délits, etc. Kamlin. ميل ما تكفيش رمضان هو شريه ودي سرحوا الناس كل حاجة مليحة. مثلاً سمعت تاني جستمو ليرولي تعنفس الناس وجاهم سيدهم بلينكن وبهدلهم بلينكن ودار لهم وكتبوا شوفوا العيب. حق من سماه محمد جامي شت اون اناليست واحد الداب يقول كنت ديبلومات كيما هذه. انا نجاوبهم بكل كيما راهم بإجابة واحدة. سيدهم بلينكن جاء والقضية قضية استبدال الغاز الروسي، جات الإجابة من المدير التنفيذي لصناتراك. مدير التنفيذي لصناتراك وش قال؟ قال الجزائر تحوز على مليارات المترات المكعبات من الغاز، دي مليار دي ريزيرف دو مليار دو متر كوب دو غاز، مي ان نو رومبلاسرا با لو غاز روس. اي جاتكم الإجابة يا الخوانة يا الشميت يا الحركة. ما تنساوش حاجة، مهما يكون ضعف الحكم في الجزائر، نتوما
ما تقدروش عليه. النظام المسيطر على الجزائر لازمه ثورة سياسية تحت قيادة سياسية عندها برنامج ثوري وبرنامج انتقالي وبرنامج ما بعد المرحلة الانتقالية وفي شتى المجالات. أبرصة ما كاش، أبرصة ما كاش، لكن مبشر الجزائريين كاين الناس يحكيوا على الغاز الصخري. أنا نقول لهم كاين قبل الغاز الصخري كاين حاجة بزاف. عندنا منطقة التوات، لا زون يسميها منطقة التوات، اللي أصلا هي كانوا يقتنوا فيها قبائل صغيرة. المنطقة هذه جاية في الجنوب الغربي للجزائر مع موريتانيا والمالي، يعني سيفولي الطبة التحتانية اللي من الي بوري دو غاز دو بترول. البترول والغاز اللي فيها ربي وحده عالم به، برك ما فيهاش بير واحد حفرين. بيان سور راحين يستغلوهم، بصح كي يمحيو الشعب الجزائري ويتاكدوا باللي اي حاجه ياسوها يبنيوها منا على 100 سنه ما كانش الشعب راح يطالب بحقوقه في الارض هذه. نولي حاجه اخرى باش ناكدها، هاد لي رولي بعد هما اللي محافظين عليهم، على بالكم على محافظين عليهم سي سامبل. هادو لي رولي مدين الشعب الى التهلكه، مدينو للحيط اللي يعملوا عينيه، ما يديوهش باش يتحلوا عينيه، ما يديهالوش. التسعينات كان ارهاب اسلامي، الاسلاميين هزوا السلاح، سي تي دي تيرورست، والمخابرات لعبت الدور نتاعها، بارك الله فيها. سينو كون دركم يضربوا فيكم بالشطرب وبناتكم ما يروحوش ليكول. بون دونك خلينا من البكبك هادو، هي ورجلي نفرق من بعد. بون دونك حكايه بلينكن لا ريبونس ميم با ان مينيستر جاوبوا، اي سي تري انتيليجون دو لا بار دو بوفوار الجزائريان، سي لو ديريكتور اكزيكوتيف نتاع سوناتراك اللي جاوب. Oui, on a du gaz, on en a en profusion, mais on ne remplacera pas le gaz russe. Excellente position. Maintenant, حاجة أخرى ثانية الناس يقولوا لكم الروس 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 في حقه، الروس إلى raison. الروس هما اللي provoquent هو القضية توقفوا عليها، نهضر غير بالعربية، توقفوا عليها بربي إن شاء الله باللي كاين اتفاق سري بين الولايات المتحدة والروس على دماغ الأوروب ولتقسيم العالم بنظهر جديد. برك. حرب الاستنزاف هذه كل واحد عنده الاهداف نتاعها وتفهموا على الاهداف في زوج ويتحقوا الاهداف نتاع روسيا ونتاع الولايات المتحده فقط. دونك ماتنو الطرف الاخر اللي نخلص بهم بعد نفتح المجال لي زابيل اي جو سوي بري ان امبورت كال كيسيون صاف ما تسقسينيش على اللعيبات اللي هضرت عليهم تفيني قسم بالله لا نزيد نهضر عليهم في المنام ما نذكرهمش باسكو بعد هكذا لا ما زلتوا تسمعوا لهم الله يحشركم معهم في الاخره.